طيب رح نبدأ اليوم نحكي عن السير شارج لود. شفتوا يعني كيف احنا بنعامله عسل انه بس بنضربه بكي اكتب يعني كقوة. يعني بالنسبة للباسيف بريشر هو حكينا الضغط المانع نسميه اللي هي المقاوم، ممكن يكون تسمية تانية يكون الضغط المقاوم بالنسبة لنا. طيب الباسيف بريشر حكينا انه ممكن يكون في عندي جدار استنادي وانا اضغط عليه مثل طريقة أو أخرى، ممكن أي ضغط يكون ضغط مية هيدروستاتيك أو شيء أو أي ضغط على هذا الجدار، وبالتالي بدل مكان التربة هي اللي تضغط على الجدار، الآن بنحكي إنه الجدار هو اللي بيضغط على التربة، فحركة الجدار هي بهذا الاتجاه بتكون عكس الضغط الدافع اللي شفناه إحنا المرة الماضية اللي كنا نحكي عنه المرة الماضية. يمكن كمنطق يعني مش كثير في أشياء بتدفع التربة ويكون أثرها أكبر من مقدار الضغط الدافع. التطبيق المثالي يعني إلها اللي هي في الجدران الاستنادية، إنه يكون في عندي أنا جهتين للجدار الاستنادي والجهتين فيهم طمم، يعني هيك بهذا الشكل، يمكن يكون عندي طمم لهون هيك وطمم تاني هون هيك، فهذا الجزء من الطمم هذا إنه الدافع الضغط الدافع اللي هون بحاول يدفع هاي يدفع الجدار بهذا الشكل، والجدار بيدفع هاي الطبقة الصخرية أو الطبقة التربة اللي هون بيدفعها بهذا الشكل، بالتالي بيحاول التربة تطلع من هون. هذا احنا ممكن نسميه الباسيف بريشر، ضغط مقاوم يعني ضغط دافع تربة بتدفع جدار أكتف، ضغط الآن الجدار بيدفع تربة اللي هو باسيف أو مقاوم ممكن نسميه أو مانع، ممكن نحكي عنه بهاي الطريقة نفهمها هيك. هلا الفروقات بينه وبين الضغط الدافع، اذا متذكرين الضغط الدافع كان هاي الاشاره ماينس اللي بتذكرها، كانت هاي الاشارات هي ماينس الان هي صارت بلس في الفروقات. واذا متذكرين اللي حكينا هاي نفسها لما نحكي عن ما في كوهيجن، يعني يكون في عندنا اذا كان جرانيولر سويل بنقدر نحكي عن هاي انه كانت اللي هي 1 ماينس ساين فاي على 1 بلس ساين فاي بنعكس توكس، وانا بصير هاي 1 بلس ساين فاي على 1 ماينس ساين فاي، هي نفسها اما بنحط هنا بدال ماينس بلس او هنا بنعكسهم. وغالبا يعني الكي اكتف او العلاقه بين الكي باسيف والكي اكتف هي واحد على كي اكتف، يعني عكسه. إذا مثلا كنا نطلع انه هذا تلت الكي اكتف تلت، مثلا الكي باسيف بيكون ثلاثة يعني قدو ثلاث مرات، الكي اكتف اقل من واحد دائما اقل من واحد، الكي باسيف اكبر من واحد. واضحة الفكرة؟ فابسط علاقة تعطينا قيمة كي باكتف هي كي باسيف، هاي ابسط علاقة، وهي غالبا يعني تنسب لترزاقي نفسه اللي عمل هاي المعادلة. طبعا هاي بتأخذ بالاعتبار الوضع المثالي انه يكون في عند التربة هون مستوي الجدار بيرتيكال ما فيش كوهيجن، كل هاي الامور تأخذ بالاعتبار. اذا لا بدنا نعمل نحدث امورنا ونضبط امورنا انه نضيف اثر الكوهيجن، فبنضيف هذا الجزء، هذا الجزء هو اللي بيمثل لنا اثر الكوهيجن على الضغط المانع او على الباسيف بريشر. الباقي بنحكي عن مثلثات، كمان ترتيب الضغط المانع الاكتف الباسيف بريشر هو مثلث، يعني اذا بضغط انا هيك في ضغط من الجدار فالضغط كمان على شكل مثلث، طبعا حسب ميل الجدار وحسب ميل التربه اللي هون يعني مشاكلها اخف من الاكتف، لكن هي هيك بالحاله. بالعاده بنحكي عن ضغط ممانع لحركة الجدار الاستنادي وهو إيجاد مثلثات، يعني بقى أنا بهمني سيجما، سيجما اللي هي تساوي كي باسيف في جاما اتش، صح؟ لو هاي اتش أو جاما زد إذا بحكي عن أي عمق زد، إذا بديها على أي عمق زد بس هاي بتصير زد وماكسيموم بتكون اتش. وكي باسيف قلنا إلها يعني الطريقة البسيطة لطريقة ترزاقي انها تكون بها اللي هي 1 بلس
ساين ثيتا ساين فاي على 1 ماينس ساين فاي، أو بنشوف شوي المعادلة اللي داخل فيها حسابات الكوهيجن كمان ممكن نضيفها لها. يعني هذا أحد الأمثلة، مثلا مثال إنه في عندنا جدار استنادي متعرض لضغط باسل، هاي المعادلة تبعته قلنا تان سكوير 45 بلس فاي على 2 لكل واحدة فيهم. وبتشوفوا كمان أثر هذا الجزء، يعني هذا الجزء اللي هو وزن التراب، أثر وزن التراب اللي هو هذا الجزء كأنه سيرشارج دوت. فعندنا بالأول نشوف كيف كم نقطة قسم التراب دراي، هذا الجزء دراي، بالتالي هاي المثلث تبعه. الجزء الثاني كان في ميه في ووتر تيبل، بالتالي انقسم لقسمين، القسم الاول هو اثر الوزن هذا اللي هو هذا اللي هاي النقطه، اثر وزن التراب فوق الجزء اللي فيه ووتر تيبل، يعني هذا كان بامكانه يكمل هيك، لكن اللي صار انه لا كمل اجى هيك بسبب وجود الووتر تيبل. كمان تغيرت فاي، تغيير فاي مثل بيغير السلوب تبعها، يعني هاي لو مش دورية هاي مش موازية لهذه، فلأن تغيرت الفاي. وفي عندنا كمان الكوهيجن، صار في عندي كوهيجن هنا، أو أعتقد كمان يؤخذ بعين الاعتبار في كي باسيف منطقة الكوهيجن. الجزء الثاني كان له علاقة بالمية، يعني هاي طبعا جاما اللي بنستخدمها جاما برايم، تذكروها هاي في الجزء اللي فيه مية اللي هي تساوي جاما ساتوريتد ماينس جاما ووتر بهاي الطريقة. تحسبوها هاي الطريقة كيف انحسبت فيها بالضبط هاي المثلثات. الجزء الأول خلاص معروف، طلع قيمة كي باسيف، كي باسيف لأنه فيها سي تساوي زيرو، معناته المعادلة هاي الوحيدة اللي راح تدخل معنا في الحساب اللي هي بدون الجزء الخاص بالكوهيجن. طلع لكم إياها إنه فاي تساوي 26، فاي تساوي 30 عفوا، شيء فاي 30، فكي أكتف كم، بالتالي كي باسيف عفوا كم تساوي، هاي 30 على 2، 30 على 2، شوف هاي طلعت 3. إذا بتشوفوا إذا أخذنا المعادلة اللي حكيت لكم عنها 1 بلس ساين 30 على 1 ماينس ساين 30 نفس المعادلة، راح 1 بلس 0.5 ساين 30 على 1 ماينس 0.5 بصير 1.5 على نص، 1.5 على نص 3، يعني هي نفس المعادلة الحين. تفضل تفضل بس عامل اللي سجل معك أنا وديت لك مضمون عمي. آه خلاص. لأنه شغل لما فهمت هاي الفكرة شباب؟ إنه هاي المعادلة نفسها، يعني هي هاي نفسها من حيث النتيجة نفس الإشي. فهذا الجزء الأول، فكي باسيف أضربوه في جاما، في كي باسيف اللي طلع 3 ضرب جاما، أعتقد قديش جاما؟ 15.72 ضرب إتش اللي هي مترين، 5 يعني حوالي 7.8 78 أو زي كده. طيب هذا الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هو تحت من زي صار فيندي أول شيء هي جن، يعني اختلفت كي أكتف، كي أكتف اختلفت زائد جاما ساتوريتد راح تدخل فيها، انطرح منها اللي هي جاما برايم بالنسبة لنا. فهيات الكي باسيف بعد ما في الجزء الثاني هاي اللي هي دخل الزاوية 26، هاي اللي هي 26 دخلها، فهذا 2.13 زي ما انتم شايفين، هاي كي ناحية الكي المفروض في عندي كوهيجن كمان، هيات الأثر الكوهيجن بعد ما طلع كي باسيف هاي ايش ضرب كي هاي أثر الفاي، هاي أثر الكوهيجن
كمان لازم يدخله مشان يحسب شيء. فكأنه كي باسيف شوي صار فيه تعديل بسبب الكوهيجن الموجود، فطلع لكم قيمة سيجما للجزء الثاني. ممكن هاي خلينا نتأكد شو اللي عملوه هون، عمل سيجما تساوي كي اكتف في جاما في اتش، مش مزبوط؟ جاما اللي هي نفس المعادلة اللي حطيتكم اياها اللي 15 اعتقد كانت، يعني 15-72، هاي 15-72 في اتش اللي هي 2، هاي هي جاما في اتش هذا الجزء. في كي باسف، كي باسف كان 3، 3 في 31 هي طلعها 94 و32% اللي هي أول واحدة، هاي هي أول واحدة. الثانية هاي اللي محطوطة هون 3 كذا اللي هي 94 تطلع 94.32 اللي هي هاي. الثانية هاي لا شو حصير، ناخذ جاما في اتش لهذا، جاما في اتش للصويل اللي فوق، هاي هاي عبارة عن كي باسيف مضروبة في جاما في اتش اللي فوق، جاما للطبقة العلوية، هاي هذا الجزء المستطيل خاص بالطبقة العلوية كوزن وخاص بالطبقة السفلية باحتساب كي باسيف. نستخدم كي باسيف تبع هاي الطبقة، لكن الوزن اللي بنستخدمه كيو بالنسبة لنا، هذا بنعالجه كأنه أو بنعامله كأنه سير تشارج لود بهذا المكان. ففي يعني نشوف كيف اجت ال 112، نفهمها كيف اجت. اجت من الجزء الاول سيجما نود في كي بي 2، سيجما نود الاولى، هاي الاولى، هاي مفروض انها تكون الاولى اللي هي كانت 31 و44، يعني ينزل الرقم هون 31 و44، يعني زي ما تشوفين هاي اللي لها علاقه بالطبقه العلويه، مترين ضرب جاما للطبقه العلويه 15.72، هذا الجزء مضروب في كي باسيف تبع الطبقه السفليه اللي هو 2.5 7 اللي أخذ بالاعتبار الكوهيجن للطبقة السفلية اللي هي هون انحسب، هذا هو بالضبط، هذا هو اللي انحسب الجزء الخاص بالطبقة السفلية. هذا الجزء الأول زائد الجزء الثاني، هذا هاي تعطي المي، إذن هاي بتشيلوا منها ايش العشرة، اثنين اثنين ضرب عشرة ضرب جذر اثنين، هاي الكوهيجن، تأكد انه هي كوهيجن بس 2C برايم في KP هاي الطبقة C هياته عشرة الكوهيجن. اذا هذا الجزء الاول كان اللي هو الخاص بالطبقة العلوية. بعدين في عندنا جزء ثاني راح يكون خاص بالجاما نفس اللي هو ضغط نفس الطبقة الثانية اللي هي ساتوريتد، عندنا كمان جزء ثاني اللي هو ضغط ساتوريتد صول. إذا 112 فهمنا كيف إجت، اللي هي هذه الجزئية، هاي الجزء اللي هي تأثير وزن التراب اللي فوق هذا المستوى، كل هذا المستطيل اللي هو تأثير وزن التراب فوق هذا المستوى راح ينضرب بكي باسيف لهاي بوزن هذا الجزء. هذا الجزء الثاني اللي ضل، هذا الكي باسيف تبع الساتوريتد سويل اللي هو غالبا نستخدم جاما ساتوريتد ناقص 89% اللي هي جاما ووتر، هذا اللي صار معه انه هذا الجزء هيات جاما ساتوريتد هي 18.82، نتأكد منها جاما ساتوريتد هي 18.86 وطرح منها العشرة أو 89% اللي هي جاما ووتر. إذن هاي جاما سات، هاي جاما ووتر، هذا اللي هو الارتفاع 1 متر في سماكة الطبقة الثانية، هاي اللي 1 متر. لما إذن هذا المثلث بيحكي عن ضغط الساتوريتد سويل اللي جاي من هاي المنطقة. طبعا بما انه ازال اثر الووتر لازم يرجع اثر الووتر هون اللي هو رقم 4، هاي ووتر فقط، ووتر بريشر.
الووتر بريشر كانت اللي هي الجزء الثالث يفترض. المية وخمسة وثلاثين بس هاي لحالها المية وخمسة وثلاثين. بضل بس الووتر بريشر اللي هي 9.8 × 10 في اتش في واحد، يعني 9.81 × 1 هاي اللي الووتر بريشر رقم أربعة. بعرفش إذا في أي سؤال لهذا الجزء لحتى هاي اللحظة. هي الجاما ووتر، هذه هي أثر الجاما ووتر، جاما ووتر في واحد مباشرة، يعني ضغط البور بريشر بنسميه أو الضغط هيدروستاتيك. في الآن زي ما حكينا دائما رانكين وكولوم الاثنين هذول اللي أكثر ناس يشتغلوا على الموضوع. يعني بنحكي عن الجنرالايز فورمان، لا احنا نحكي عن الاشي الجنرال اللي في كل ما يخطر على بالكم من مشاكل في الميول، في اذا في كمان كوهيجن، اذا في كمان فريكشن بين الجدار وبين التربة، وحكينا كمان اذا في زاوية ميلان في التربة او زاوية ميلان في الجدار، كل هاي تدخل معنا، ممكن تدخل في كي باسيف زي ما نفس التعقيدات اللي كانت موجودة في الأكتيف بريشر. إذا بتلاحظوا هيئة أول بس مثال هيك مبسط إنه كان بيحكي عن الكوهيجن يساوي زيرو اللي هي جرانيولر باكفيل، الكوهيجن زيرو بس ما فيش تلاحظوا هنا أثر للكوهيجن، فقط عندي ألفا وعندي فاي، وألفا من الرسماتهم يعني الابتدائية، يمكن خلينا نشوف لنا إيش ألفا. ألفا اللي هي ميل التربة، يعني بتكون لو كان في عندها ميل للتربة. طيب يمكن تحت شوي يكون عامل حاجة لها علاقة بألفا. إذن ألفا ميل التربة وفاي اللي هي الانترنال أنجل أو فريكشن، وبصير الزاوية شوي أو المعادلة بهذا الشكل. هاي إذا كان في عندي ألفا وفي عندي كمان فاي بدون كوهيجن، وبنحكي عن vertical wall ما فيش ميلان في الwall بس في ميلان في التربة، هيك في ميلان في التربة زي هيك لا مع الجدار بهذا الشكل. هاي ألفا اتفقنا عليها، وفايل هي internal angle of friction. مشان حساب كيف باسف بإمكاننا احنا من هون نشوف شو الألفا، علاقة بين ألفا وبين فاي، ونطلعها من هون أو ندخل على المعادلة مباشرة، بإمكاننا نطلعها من المعادلة. أسهل هالأيام الحساب من المعادلات مني أرجع على الجداول. طبعا بالنتيجة هذا راح يكون مكان تأثير الكي أكتف الباسيف بريشر عفوا، مكان تأثير هو مثلث، هو بالآخر مثلث زي نفس فكرة اللي كانت بالأول، يعني نفس هاي الفكرة اللي عندنا هون، نيجي للثلث للثلث وبنعمل الضغط بالضبط على الثلث هون كونه مثلث. بإمكان كمان تدخلوا العوامل الأخرى لو بنحكي عن عندنا كوهيسيف سويل، إذا كان كوهيسيف سويل يعني موجود الكوهيجن في ساند وفي بنفس الوقت عندي كلي أو سلت، ممكن كمان تتغير وتصير هاي المعادلة الضخمة اللي انتم شايفينها. هاي بلشت تدخل كثير أشياء جديدة، اللي هي صار عندي ألفا، صار عندي فاي، والكوهيجن دخل بالموضوع، وفاي حكينا، وانترنال انجل فريكشن. بالتالي ممكن تطلعوا منها كي باسف، وممكن تستخدموا هاي الجداول. يعني يمكن الجداول في هاي الحالة كان لها معنى، بس الآن يعني زي ما حكينا مرة بس واحدة تبرمجوها بصير عندكم تستغنوا عن هاي الجداول، لكن بإمكانكم هاي تدخلوا على هاي الجداول مع انتربوليشن ما بين ألفا ما بين الكوهيجن ما بين الفاي، والهاي تدخل معكم بالحساب، ويعني هاي يعطاكم فارييشن للفاي، فارييشن لألفا، وفارييشن للسي على جاما زد.
بنفس الطريقة اشتغل كولو من التنين هذول دائما متلازمتين للضغط الجانبي، أكثر ناس اللي هم اشتغلوا بهذا الموضوع، وكل واحد منهم كمان أعطانا كي باسف الخاصة فيه. فكمان كولو أعطانا الكي باسف الخاصة فيه. أعتقد المعادلة 771، بس نتأكد وينها. فتحت شوي بدكم. هاي معادلة كولوم for passive pressure key passive من كولوم. في أعطاكم ممكن متغير جديد بيتا، ممكن مر علينا بيتا أعتقد. شيء كان في الرسم السابق بيتا، شو كانت بيتا معناها؟ مين بتذكر؟ ها شباب، هاي نرجع لكم لبيتا. قلنا كانت هون يحسب، نذكرين كان ثيتا هون يحسب ل رانكن، بيتا هون هاي اللي بحسبها كولوم. كولوم بحسب لنا زاوية ميلان زاوية الجدار من الأسفل، على عكس رانكن كان يعطينا إياها من الأعلى. فهي هاي الفرق تقريبا بين الاثنين في التفكير في حساب الباسيف بريشر لما يأخذ تأثير ميلان الجدار. في شيء تاني هون يمكن فاي دلتا حكينا عنه، اللي هو الانترنال انجل اوف فريكشن بتوين كونكريت او نحكي الوول ماتيريال والصويل، وانا ميلان الصويل. بتصور البقية كله معروف بالنسبة لكم. نفس الحكاية راح تلاقوا في عندكم جداول تعطيكم قيمة كي باسيف، أن جدول بيعطينا قيمة كي باسيف مثلا هنا فور بيتا تساوي للقائم لألفا تساوي زيرو. طبعا هاي المعظم يعني معظم الباسيف بريشر، لأنه إحنا بنحط الطبقة اللي الثانية. حكيت لكم عمليا الأكتيف بريشر هو إسناد لتربة، وغالبا ممكن تكون ناتشورال هاي التربة أو إن إحنا نعمل فيل، ممكن تكون فيل ممكن تكون ناتشورال. يعني يفرض واحد قطع عنده، صار عنده قطع هيك بهذا الشكل، حفر بيته، بإمكانه يعمل بس طبار من جهة واحدة ويصب، والجهة الثانية لا إحنا بنحطها. فغالبا ما بنحط طمم يكون بالنسبة لنا مايل. تمام شباب، فهي ما كتر عليكم جداول ما بين فاي وما بين دلتا وما وبيتا، ثبت لكم إياها على 90 درجة، فبإمكانكم من هذا الجدول أو ترجعوا زي ما قلنا لكم. الأسهل أنا بالنسبة لي إني أبرمج هاي الفورمولا على الإكسل شيت، وبالتالي ما في داعي أعمل إنتربوليشن لأي شيء، بس أدخل القيم مباشرة، حتى بصير فيش داعي أخصص إنه هاي فور 90 ديجري بيتا. بإمكانكم فور أني بيتا تقدروا تطلعوا قيمة الباسيف بريشر. بقية الأفكار هي نفسها، إنه كيف نحسب القوة وكيف نحسب مقدار الباسيف بريشر. إحنا بالآخر يعني رح نأخذ مثال كامل لجدار استنادي، بس في بعد ما نخلص من الجزء اللي بخصنا في احتساب الكي اكتيف، وحسبنا كي نوت كي اكتيف كي باسيف. هذول هم الاشياء اللي بتهمنا في الحسابات. يمكن ضل علينا شيء واحد اللي هو مقدار الفريكشن ميو، احنا معامل الاحتكاك ما بين القاعده وما بين التربه. هيك بصير المعلومات تقريبا مكتمله بالنسبه لنا للاحتساب الضغط الدافع والضغط المانع في الجدران الاستنادي. لهذا الحد نقول لكم اليوم الله يعطيكم العافية. في أي سؤال شباب؟ طيب الله يعطيكم العافية.